انا اشتريت سبيروس باتس. انا عارفة ان انا جاية متأخر، بس في حاجة مهمة لازم تعرفوها، ان انا اصلا ما بحبش المشروبات الغازية، ما بحبهاش، ما بشربهاش، بتتعب لي بطني جدا، فمستحيل اكمل كوباية على بعضها. لكن طبعا فضولي كان هيقتني ان اجرب سبيروس باتس اللي الناس كلها بتتكلم عنها، واللي بالمناسبة هي اسمها غازوزة مش كازوزة، هم كاتبينها صح، احنا بس اللي لازم نحرف في الكلام شوية. زي برضو ان الرسمة اللي من بره دي نحلة مش دبانة خالص. ما علينا، جربت اول حاجة التفاح الاحمر، كان حلو ولطيف، وريحته اول ما فتحت الازازه كانت واضحه وحلوه. وتاني واحد هو الصودا ليمون، وده بقى لاي حد بيحب الصودا القويه جدا. انا بجد عيني دمعت وانا بشربه، يعني انا كواحده ما بتشربش صودا خالص، فبالنسبه لي الصودا ليمون صعبه جدا. بس الاحلى بقى من الصودا ليمون هي الليمون، بس طعمها كان خطير وما تخيلتش ان انا هحبها قوي كده. رابع واحده بقى جربتها هي الكيوي، ويا ريتني ما جربتها، وحشه قوي ومستحيل اشربها تاني. اخر واحده بقى جبتها بالعنب، ريحتها كانت حلوه اول ما فتحتها، وطعمها مسكر كده زي الكاندي، كانت لذيذه بصراحه. فبالنسبه لي احلى واحده الليمون، وبعد كده العنب والتفاح الاحمر، واخر واحده الصودا ليمون. اما بقى الكيوي مش هندخلها في المنافسه اصلا. بس هل بقى هجيبها بعد كده؟ يعني بصراحه لا، اولا لان فيها استغلال، انا جايباها ب 10 جنيه وده مش سعرها اصلا، فاظن لو الشركه ما سيطرتش على حوار الاسعار ده شكلنا كده هنحطها في قائمه المقاطعه قريب، لان في ناس كتير بدات تشتكي. تاني حاجه، وده رايي شخصي، ان انا ما بحبش اعود نفسي على المشروبات اللي فيها صودا. قولوا لي انتوا بقى بتشتروا سبيروس باتس بكام، وايه اكتر نوع حبيتوه؟